رخص يا ريس. او ماي جود، ايه الزحمه دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقولك ايه، لفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتاخر على ميعاد المركب. طب بصوا، مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين؟ هتودينا في داهيه. مثلي، ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطره قوي في التمثيل في المدرسه. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي، مش هينفع، مش هينفع. اسكت. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا استاذه؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش، هيعضوك. يعضوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا لا لا، بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ أنا بقى هعرفك أنا مين وبنت مين. بابي بابي اتفضل، قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الظابط؟ في حاجة؟ بس ما أنت إزاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ صباح الخير. ازيك؟ ازيك يا عبد؟ وحشتي. ازيك يا عم؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ نهار اسود على الغلاسه. هاي حبيبي، هاو از ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا اخوي، اقعد. اسيبكم 10 دقايق تاخذوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم. عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي صباح، تعبان. بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها، ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه، تنس، باسكت، عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجة مختلفة، يعني اتعرف على ناس جديدة مثلا. أنا بالفعل اتعرفت على أصدقاء لطاف قوي، الأخ باستيلا، سيد عضة، رهيب زبالة، ناس جميلة جدا، بس هم لو زي ما تقولوا أقامت صداقات مهونين عليها كتير. بقول لك إيه يا سعد؟ قولي يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري، معنى ضايقك يا سي عبدو؟ ضايقك قول، ما تتكسفش، ما انا قصي اتحبست قبل كده. And you're proud. لانه لا لا، انا راجل راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ بمعنى؟ اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفرده من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان، انت عارف يا حبيبتي انا ما ضربتش كيمياء من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص. انا بس الحاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت اعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10 15 الف جنيه اتصرف بيهم بس الثلاث ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض،
انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب خبي اخويا لحد يشوفها خبي. خلاص يا عمو ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين؟ انت اتجننتي؟ انت الطولي جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون الف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن روحي الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي هي كوين ان، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش، they will never understand، دول في الكنافة. هي بتشتمني يا سعبدو؟ لا يا حبيبتي في الكنافة، احنا بنتعرف كعيلة بنحب الكنافة او بنعشق الكنافة. اتنين كرسي فوتيل سكري واحد طربيزة خشب طورية. كرسي فوتيل وسكري، مش مصدقة نفسي. يا أنسة احنا ربطنا كل الشنط فوق الميكروباص، في حاجة تانية ولا نتحرك؟ لا I think مفيش، بس تقريبا انا ناسي حاجة. ناسي ايه تاني؟ هو احنا هنقعد طول اليوم نفك ونربط؟ انت بتتكلم كده ليه؟ هو انت بتعمل كده شفقة منك عليا يعني؟ ما انا هديلك فلوس. فلوس ايه؟ انا تعبت من الشر والحط ضهري اتقطم. وانا مالي؟ مش دي شغلتك؟ مش وانت صغير قلت عايز اشتغل كده؟ انا مالي؟ وبعدين ما تلخبطنيش بقى عشان مش فاكره انا ناسيه ايه. عجبك كده؟ كنت هنسى بني ادم. سوري ماما ميمي. ودي هنربطها فوق الشبكه ولا هتركب معانا في العربيه؟ هي طبعا هتركب معانا العربيه، بس الكرسي اربطه فوق الشبكه. استنى. لا رايح فين؟ شلني. ايه؟ شلني يا انسه، انت عايزها اشيلها؟ طب ما تشيلها، ما هي شغلتك، شيلها. بتضحك حضرتك؟ And you're so happy؟ كلنا هنترمي في الشارع بسببك. ليه؟ عشان حضرتك بتستظرف وتخبي فلوسك وسايب لنا مجلة. بجد ايه الشقاوة دي؟ ربنا يسامحك. انا مش مصدقة ان انا مش هنام في اوضتي تاني. خلي سنة أخذ أجي لوحة سعيدة دي. كلا لن أخذها، سوف نتركه هنا لوحده لأنه يستاهل. وأنت نيان إلى أين ستذهبين؟ سوف أقوم إلى بلدي. بلدك فلبين؟ كلا شبين دقوم. شبين كوم؟ فلتذهبي إلى الجحيم يا نيان. أنت رايحة فين يا نيل؟ ما تيجي معانا يا حبيبتي بدل يعني حوجتك للغري. ثانك يو، انا هتصرف. خلاص براحتك، بس لما تروحي تقعدي في حته ابقي كلمينا طمنينا عليكي، وابقي ادينا العنوان برضو عشان نطل عليكي. ولا تطلوا ولا تل ولا حد يطل اصلا، انا مش عايزه اعرفكم تاني، انا بكرهكم وبقرف منكم. انتوا جيتوا خربتوها وقعدتوا على كمها تلها whatever. دلوقتي اللي بيربط بيني وبينكو في السجن. بليز مش عايزه اشوف وش حد تاني فيكو ايفر. ما انا قلتلك نفسي اضربها بالشبشب وانتي اللي مش عايزه. انا مش فايقالك. ها خلاص يا خالتي سيبيها. شكرا يا بنت عمي يا محترمه. يور ويلكم. على طول مخنوقه، مولوده مخنوقه. الحمد لله يا خالتي ان هي ما جاتش معانا، دي كانت هتيجي وتقرفنا اكتر ما احنا متنيلين قرفانين خلقه. يلا يا خالتي نقوم حلبتنا. يلا نروح على فين؟ بيتنا. بيتنا ده ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزانا نخش الحاره كده في عز النهار؟ دول كانوا يزفوني، كان يضربوني ضرب ما خدوش حمار في مطلع. انت نسيتي النمله اللي انا عملتها؟ دول زمانهم مستحلفين لي دلوقتي. طب احنا هنروح فين يا خالتي؟ بصي بقى، احنا نروح نتلقح على اي قهوه
اشرب حجرين معسل اروق بيهم دماغي، اقوم اعرف افكر. يخش الليل بقى والدنيا ضلمه وتبقى عتمه، نروح احنا بقى متسحبين وداخلين الحاره ومحدش يشوفنا.